بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن صفة الوضوء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حاضر بس طهارت إن شلون صفة تغلق سوزليمس. الوضوء أيضا له شروط مثل الصلاة. طهارت نمو خد نماز وخشاش شرط لربا. الإسلام. بنيش سمسومان بالما. والعقل. عقل بالما. التمييز التفريق بين الأشياء. تمييز يعني فرق لا ندروش يشغى يتمك. والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نيات من أورن جرك أجرد هذا النيات نطلق دساب وبدأت بولدو. ولا بد أن تكون النية من أول وضوء إلى نهاية الوضوء. لا يصح أن يقطع النية في وسط الوضوء. هم شو نقله طهارة إليش نيتي طهارة نم بيشدن آخر قشي بولش كيرك يعني دوام مشمك كيرك. أجر آدم طهارة نم نيتي نم طهارة إلوات كان دوزو بويسا بومايدو. نعم و طهونية الماء وإباحته يعني لا يصح أن يتوضأ بماء نجس أو ماء مغصوب مسروق مثلا. Şundakla taharatın şartlarının taharat ilvatkan sunun pakız hem mubah buluşu. Yani mesela necis su bilen, pakız emez su bilen taharatı asab olmaydı. Hem şundakla uğurlanan su bilen taharatı asab olmaydı. İzalet ma yemne usul el ma ila el beşer, ila a'za el vudu. Yani mesela mar'a teza hadil eşya au ala yedihi tıla, cidran au acin. Hem şundakla mesela eğer adamın tinida suni tenge yetküzmeydiğen bazı bir nesle bulsa olan ip taşlaş. طهارتنا شرط للدمبري. نعم. والقطاع موجب الوضوء. هم شو نقول؟ طهارتنا بزدغان عملنا تجشي. بزدغان عملنا تجشي. إيش معنى انقطاع موجب الوضوء؟ يعني لا يستطيع أن يتوضأ وهو يخرج منه ريح أو يتوضأ وهو يبول مثلاً. بنا ما نسي ما. بنا ما نسي مثلاً أجر آدمنا يلي تشقوط كان بوسا يلي لنا تشخش تجمعستن برون طهارات أصابو ما يدو. يعني مثلاً كشكتارات قوط كان بوسا طولق بومغتشي طهارت برسل صابو ميدو. أو مثلا وهو يأكل لحم جزور يأخذ يتوضأ. نقول لا، لأن هذا موجب للوضوء حتى تنتهي من أكل اللحم، بعد هذا تتوضأ. ياكي مثلا أجر آدم توغنن غوشني يفتب تروب طهارت ألمغتشي بوسا بزنونغا برنشي توغنن غوشني يبولوب عندن كين طهارت ألدر ديمز شنكي توغنن غوشني يش طهارتنا بوزدغان عامل. وكذلك لابد من الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء إذا كان هذا موجب للاستنجاء والاستجمار كالبول والغائط. أجر آدم مثلاً كشكي كي شو مثلاً قلب بوغان بوسا طهارة إليش نون ألدا برينشي سوبلن استنجاء ياكي كيسك بلن شالم بلن استجمار قلش لازم بولدو. الآن إنسان أكرمكم الله بال مثلاً هذا بر آدم كشكي ثلاث قلدي ولم يغسل الذكر. هم أذنن عبرتنا جمدة. هل يستطيع أن يتوضأ؟ نقول لا، لابد أن تغسل الذكر أو تستعمل المناديل قبل الوضوء. وبيرب طهارة الألام دو ياق بس من قبرين شيء سن أذن استنجاء قلبي لب ومنذن كين طهارة ألغن دين. أما إنسان خرج منه ريح هل لابد أن يستعمل الماء الحجارة؟ لا يستعمل الماء الحجارة. لكن مثلا آدم دن يل شخ كتي عندك آدم استنجاء قلب ياكي استجمار قلش كلك مو ياق چونكي يل باكس يعني نجس بلو بيسطن مايدو. نعم استيقظ من النوم الآن مثلا وأراد أن يتوضأ، هل لابد أن يغسل الفرجين؟ لا. مثلاً ياكي بر آدم ويقدن حاضر قبطي وبيرب استنجاء قلش كليك مو ياك چونكي و استنجاء قلمسون بولي يردو. نعم. فروض الوضوء ستة. طهارة من فارزلري ألتا. لابد من أمور ستة حتى يكون الوضوء كاملاً. ألت ناسا بوغاندا طهارة طولق بولو بيسابلندو. غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار. Birincisi özünün yüzünü toluq juyuş. Həm şundaqla bu yəgə özünün ağzını çayqaş və burnunu juyuşmu kırdı. Wa ghassil al-yadayn ma'a al-mirfaqayn. Həm şundaqla özünün qolunu jeynik keçi, jeynik bilan birlə qoşub turub juyuş kerak. Wa mashh ar-ra's ma'a al-udhunayn. Həm şundaqla özünün beşiqə nəsx qılış. Həm şundaqla özünün wa ghassil ar-rijlayn ma'a al-ka'bayn. Həm şundaqla özünün qulluqığı mu nəsx qılış kerak, həm şundaqla özünün putunu özünün qoşqları bilən birlə juyuş lazım. Nəm. Və tərtib və müvalə. Tərtib labud an yurattib və müvalə mütabəə an la yafsil beynəhum ifasil tavil. Beşinci pərz bolsa tərtib bilən qılmaq. Yəni məşhur biz hazır digəndək tərtib boyunca taharət olmaq. Altıncı pərz bolsa arqa arqadın jumaq. Yəni arqa arqadın özünün taharət azalığını jumaq. Sıfətəl vudu. Taharət ilişinin sübəti. Yəni və bi qalbi. Birincisi niyet kılış lazım. Yusemmi, yakul bismillah. Andın ki bismillah deyiş lazım. Yustahab lahun yaksil keffey. Andın ki taharetin aldı da işki altın nücursa bu mustahab olup hesaplanır. Ve izâ kâni isteyqaz min nevmin leyl
يجب عليه وجوب أن يغسل كفين ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في الإناء. لكن أجر آدم ويقدن قبقن بوسا كيشن ويقدن وقت دا إشكي قولني تهارت إلشن عالد دا يعني قولني سوغا كرغزوب تروب تهارت إلشن عالد دا 3 قطن قولن جمق فارس واجب olup hesaplandı. يأخذ ماء حافلة من ماء بيده اليمنى. Özünün 10 kolu bilen su aldı. ثم يدخل الماء في فيه. Andan kiyin ağızğa suunu kirgizdi. ثم يسحب الماء بمنخريه. Hem şuna kıla şu vaxtın özüyle özünün burnu bilen suunu tatıdı. Ödir الماء في فيه. Andan kiyin suunu ağızının içi de ثم يخرج الماء من فيه. Hareketlendirip olan kim çıkırdı, suunu çıkırdı. Ve yestenzir yani yestemil led el yusra ma'a şey min el hava min min kharay. Hem şunlarla özünün sol kolu bilen burnudaki suunu çıkırdı, nefes bilen. Ya tamam. Ve yestenşik ve yedir el ma'fi fi, thumma yukhrij el ma'fi fi ve yestenzir. Ağzını çay kaydı, hem şunlarla burnuga su ilip burnudun suunu çıkırdı. Thumma yaksil el vajh min menbet el şi'ar el mu'tad إلى أسفل الذقن طولاً ومن شحمة الأذن وشحمة الأذن عرضاً. هم شو نقول أذنهم يوزنه طولك جيدو. يوزنهم قيس إيرني جيدو الإنسان لا. عادة تشاش يصدق عن يادن باشلات أذنهم مشو نيم كيچي إنك كيچي. عندن كين أذنهم هم شو نقول بركلاختن بركلاخ كيچي بوغان يادن جيدو. مع ما استرسل من اللحية. هم شو نقول أجر آدمنن ساقل بوسا ساقل مجيدو. نعم ثم الآن يغسل اليد من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين. ونظن كين آدم يزن قولني برمقلان بيشتن تاتب حتى جينك كتش جينك بلان بالله قوش جيدو. لا يكفيه الغسل الأول الكفين هنا الآن لابد يغسل من هنا من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين يبدأ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى. يزن كين قولني جوغاندا برمقلان بيشتن باشلاش لازم چونك برنش قتم قولن جغني بو يادي كوباي قلمايدو او باشقا بو باشقا. نعم ثم الان يمسح الراس ونندن كين اوزنن بيشغا مسح قلدو. مسح لا غسل يعني جمعي بيشني جمعي اكسنچا مسح قلدو. يبدا بمقدمه الراس الى قفاه اوزنن بيشنن بيشدن باشلاب اخرغچي قولنا ابردو. ثم يعود مره اخرى عندن كين يانا قايتا قايتدو. ثم يدخل سباحتين عندن كين اشكي اوزنن مشو برماقلرني في صماخي أذني قلاهما إيشي كرجزدو ويمسح بالإبهام ظاهرهما وشون برمقر بلن قلاهما تيشني مسخ قلو. نعم ثم يغسل الرجل اليمنى مع مع الكعبين عندن كين أذنن أون قتني أوش بلن بلا قوش بجويدو. إذا كان على الرجلين جوارب أجر دا بطدا مثلا بطدا بر اياخ بوسا ياكي بر نيم بوسا. وكان لبس هذه الجوربين بعد وضوء كامل وغسل الرجلين بالماء في هذا الوضوء ولبس يستطيع ان يمسح عليها 24 ساعة للمقيم و 72 ساعة للمسافر. اير ادم بوتقا بايباقنا تهارتنا طولق الى بوغاندن كين كيجن بوسا وقت دا اير دا مسافر بوسا 3 كن 3 كيشة مسخ خلصة بولدو أما مصابر بو مصابر بركم بركيشة يمسح عليها طبعا في الحدث الأصغر أما حدث أكبر لابد أن يخلع يغتسل. لكن باي باقا مسخ خلش فقط لا كيشك طهارة سيزلك تنكين بولدو أما چون طهارة سيزلك يتشف قصا وقت دا مسخ خلصة بومدو طول جوي صار. صفة المسح أن يمسح فقط على الظاهر. نعم مسخ يعني بطقا مسخ خلش نو سفتي مشنا بولدو فقط بطنن üstündeki nimge mesh oldu. Fakat ala zahir. Naam. Yani bunun üstüge mesh oldu. Emma yemsah fi waqt wahid alayhima bin yaday. Yaki bir vaqtın üzdüla iki qolu bilan iki putqa mesh oldu. Aw yemsah awwalan al yumna thumma al yusra. Yaki birinci oñ putunu mesh qılıp ondan keyin sol putuğa mesh oldu. Naam. Ba'da an yantahi min al wudu yati bi du'a al walid an al nabi alayhi salatu wassalam. Taharatni ile poğanın keyin peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kelgen duanı okuydu. نعم والله أعلم الله يخشى من يجتر نعم